السلام عليكم. مرة مثل اليوم سنة 1921 كانت محاولة اغتيال المندوب السامي للانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان الجنرال هنري غورو على ايد مجموعة من الثوار الوطنيين على رأسهم الجنوبي ادهم خنجر الصعبي. كان غورو هو المسؤول عن تقسيم سوريا الكبرى لدول صغيرة طائفية، فهو اللي فصل لبنان عن سوريا واعلن لبنان الكبير وعمل دولة للعلويين بشمال غرب سوريا، فصل لواء اسكندرون عن سوريا واعطاه للاتراك، وعمل دولة بحلب ودولة بدمشق ودولة للدروز بجنوب سوريا. مهم ب 23 حزيران 1921 كمن عدد من الثوار بينهم أدهم خنجر الصعبي وأطلق النار على سيارة غورو، فأصابت وحدة من الرصاصات إيده وقتل ضابط فرنسي وجرح حاكم دمشق حق العظم. وبعد مطاردة لفترة طويلة أسر الفرنسيين أدهم خنجر وأعدموه ب 30 أيار 1922. اليوم بعد 100 سنة على هيدا الموقف الرافض للاستعمار تطلق أسماء المستعمرين ومنهم كليمونسو وغورو على شوارعنا، بينما بيغيب أي ذكر لأدهم خنجر ورفاق، حتى أنه آثار قبره بالباشورة ما عادت موجودة.